مشاهدينا الكرام، كل تحية إلى حضراتكم مرة أخرى، حيث نحن هنا موجودون أمام مجلس النواب الجديد. هذا الصرح العملاق الذي تم إنشاؤه هنا في العاصمة الإدارية، والذي يقبع خلفنا في هذه الصورة في هذه اللحظات، حيث يصل بعد قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب، وكذلك بعدها يتوجه إلى النصب التذكاري لوضع إكليل من الزهور ويرفع علم مصر في ساحة الشهداء. اليوم بالفعل هو يوم تاريخي بكل الأجواء الاحتفالية التي نراها، ننقلها لحضراتكم بالأغاني الوطنية وهذه المدينة الذكية الخضراء، العاصمة الإدارية الجديدة التي سوف يتم فيها الحدث التاريخي الأكبر الآن، وهو أداء اليمين الدستورية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك إذانا بتوليه لفترة رئاسية جديدة لجمهورية مصر العربية. من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أيضا من مقر البرلمان المصري المقر الجديد، هذا الصرح العملاق مثلما ذكرت محمد بالفعل هو أيقونة للعمران الحديث في مصر، به الكثير من الإمكانات التي تم تزويدها به لكي يتواءم ويتناسب مع ما نحن فيه الآن من عصر الرقمنة، التحول الرقمي ومتطلبات وثوابت الجمهورية الجديدة التي نعيش الآن في الكثير من المراحل الخاصة بها. الجمهورية الجديدة المعنية بالأساس بالإنسان، الإنسان هو الأساس في كل ما يقوم به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية، وأيضا لكل ما هو قادم مع مؤسسات الدولة. الإنسان المصري هو الأولوية الأولى، ومن أبرز الثوابت الخاصة بالحكومة المصرية هو العمل على بناء الإنسان المصري، الاهتمام بكل الملفات الخاصة به، الصحة والتعليم والسكن وكل المتطلبات المختلفة لتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري. نعود لحضراتكم إلى هنا إلى مقر البرلمان المصري، حيث سنشهد اليوم أداء السيد الرئيس لليمين الدستورية إذانا بتوليه لفترة رئاسية جديدة. يقوم بأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب قبل توليه لمهام منصبه، وذلك وفقا للمادة 144 من الدستور المصري، ثم بعد ذلك سوف يلقي كلمة سوف تتناول مختلف الخطط والملامح التي سوف تسير عليها الدولة المصرية، وكذلك أيضا الحديث عن دور مصر من مختلف التحديات التي تواجه العالم أجمع على جميع الأصعدة، سياسيا واقتصاديا وأمنيا، وذلك أيضا لوضع المزيد من الخطط لمواجهة هذه التحديات.